أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الأقلام، ونرصد فيها أبرز ما كتبت صحف عراقية وعربية ودولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، بدوافع طائفية، ميليشيات الحشد الشعبي تعتقل 3 مواطنين جنوبي الموصل. في البصائر، تواجد قوي للمرأة العراقية في تظاهرات ساحة التحرير. في الجزيرة نت، مظاهرات العراق، قتيل وعشرة الجرحى في بغداد وإغلاق ميناء أم قصر بالبصرة. في القدس العربي، مقتل متظاهر في بغداد وإعلان العصيان المدني في ذي قار. في عربي 21، متظاهرو لبنان يستمرون بالاعتصام وفتح للمدارس والطرقات. في العرب اللندنية، احتجاجات العراق ولبنان تهز نفوذ إيران. في العرب الجديد، مقتل 6 مدنيين بقصف روسي على محافظة إدلب. أهلا بكم، والآن إلى زاوية المقالات، والبداية في هذا المقال وجاء في مستهله: أصبحت ملامح المشهد السياسي العراقي أكثر وضوحا وأعمق وجودا وأوسع حضورا، أكدتها حقيقة واستمرار الانتفاضة التشرينية المباركة واتساع رقعتها ونضوج فكرها وإيجابيات شروطها وعنفوان أهدافها. هذه هي الحالة التي يعيشها الآن أبناء شعبنا العراقي. عن انتفاضة تشرين كتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية: تستمر الانتفاضة لتؤشر حالة التميز الوطني والملاحم المسطرة والصور الناصعة التي أعادت العراق وهجه وتألقه وحضوره وتأثيره الداخلي والعربي والإقليمي والدولي، بحيث أصبحت تكبيرات وصيحات حناجر المنتفضين تسمع في جميع أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الفكرية المدنية، وأرغمت الجميع على اتخاذ المواقف الإيجابية منها، بل أشرت العديد من السلوك القمعي الممنهج والأساليب الوحشية التي اتبعتها حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية والعسكرية والعديد من الميليشيات المسلحة في محاولة منها لوأد الانتفاضة ومواجهة الشباب العراقي وإيقاف زحفه وإخفاء صوته وقتل روحه، فصدرت العديد من البيانات المنددة بهذا السلوك المشين ودعت إلى استخدام أقصى درجات الحفاظ على أرواح المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وأهدافهم وتطلعاتهم، وأكدت أن أرواحهم هي الشيء الثمين في العراق. رسمت هذه الانتفاضة الشعبية العارمة صورا رائعة وحضورا راقيا لجميع شرائح المجتمع العراقي. يضيف إياد العناز أن هذه الانتفاضة الشعبية العارمة رسمت صوراً رائعة وحضوراً راقياً لجميع ومختلف شرائح المجتمع العراقي. إلى مقال آخر، أغلق الحزبيون النفق وتمترسوا في مخرجه لسد الطريق أمام الشباب الذين سطروا خلال الشهر المنصرم وإلى اليوم ولا يزالون مستمرين، سطروا أسطورة إحياء الهوية العراقية التي تمرغت تحت سطوة الأحزاب والطائفية والفئوية والتدخلات الدولية، وأعادوا للعراقيين آمالهم بوطن يشبههم ولا يشبه الأجنبي. مقال للكاتب مشرق عباس، منشور في موقع الحرة. القوى السياسية العراقية غير مستعدة لتقديم التنازلات، وهذا أمر تم حسمه في اليوم الأول من انتفاضة تشرين، عندما قرر المتخاصمون على المغانم في العراق إبادة المئات من الشباب بدم بارد وباستخدام أكثر أدوات الحرب دموية، وعندما استمروا في التسويف وتجنب مناقشة الإصلاحات الأساسية التي تتمحور ببساطة مطلقة حول تغيير البيئة السياسية الفاسدة.
عبر سحب أدواتها القانونية والميليشياوية والاقتصادية والسماح بقيادة البلد من خلال بيئة أكثر التساقاً بالأولويات العراقية، وكل ذلك في نطاق الدستور الحالي الذي يتوجب أيضاً تعديله بعد إخضاعه إلى حوار وتوافق اجتماعي شامل. واقع الحال أن العراق بحاجة إلى إصلاحات حقيقية تشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية، لكن السؤال يستمر حول الجهة التي لها الحق بالمضي بهذه الإصلاحات المنهجية التي يحتاج بعضها إلى تعديلات دستورية. نضيف مشرق عباس أن التعويل على إدراك الوسط السياسي العراقي لخطورة الموقف ليس خياراً صائباً على حد قوله، ويضيف أن الحل هو المزيد من الضغط والتمسك بالثوابت إلى حين إجبار القوى المتمترسة على التخلي مرغمة عن مواقعها الحالية وفتح ضوء في نهاية النفق. الآن إلى مقال جديد. على المحتجين اختيار محامين عراقيين أو أجانب ينحصر دورهم في التفاوض فقط لتحقيق أفضل المكاسب ومنع اختطاف ثورتهم من قبل زعامات جديدة. مقال للكاتب سلام سرحان منشور في صحيفة العرب اللندنية. يمكن للشباب الثوار البقاء في ساحات الاحتجاج واستدراج تنفيذ تلك الوعود تحت عنوان خذ ثم طالب بحقوق أخرى، وأن تبدأ مثلا بالكشف عن مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين وتجريد الميليشيات من الأسلحة. مجرد البدء بتنفيذ ذلك واستثمار الاعتراف بالهزيمة سيضع المنظومة السياسية الطائفية كلها على منحدر التفكك، وهو أجدى من المطالب الشاملة التي يصعب تنفيذها دفعة واحدة. إذا كانت الثورة تريد نقل البلد إلى بر الأمان، من الطبيعي كما في كل ثورة أن يتصاعد الحماس وتتسع خارطة المطالب وترتفع سقوفها، لأنها تمثل خلاصة مخاض عسير ويحركها شباب بلا زعامات وبعيدة كليا عن أي أحزاب أو تنظيمات، لكن شعلتها الشعبية المثيرة للإعجاب وكونها بلا زعامات يعني أيضا عدم وجود بوصلة تحدد اللحظة المناسبة وأفضل سيناريو للخروج بأكبر المكاسب التي يسعى إليها المحتجون، والتي سقط في سبيلها أكثر من 200 شهيد والآلاف من الجرحى. يضيف سلام سرحان: لم يواجه كل هؤلاء الشبان خطر الموت إلا من أجل إنقاذ البلاد ورسم مستقبل أفضل، لذلك ينبغي قطع الطريق على طهران والميليشيات التابعة لها التي لن تتردد في دفع البلاد إلى الفوضى الشاملة، إذا اعتقدت أن ذلك يمكن أن ينقذ إيران من سجن العقوبات القاتلة مهما كان ذلك الاحتمال قريبا أو بعيدا. إلى مقال جديد. نظرا لوجود هجمة بالدعابل على جسر الجمهورية يرجى التحول إلى جسر السنك، هذا ما نصح به الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف لنقل وقائع ما يجري من إرهاب وقتل لشباب ساحة التحرير. مقال حول تصريحات المتحدث باسم الحكومة في بغداد للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. بالأمس لفت نظري الناطق عبد الكريم خلف وهو يؤكد لقناة العراقية ألا جرح في صفوف المتظاهرين، متهما المتظاهرين بالذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات وإلقاء أنفسهم على الأسرة والتقاط صور السيلفي ليظهروا أنفسهم كأبطال. ولم يكتفي أدامه الله بذلك، بل أكد أن شباب التظاهرات تلقوا في البلدان الإمبريالية تدريبا على أعمال العنف، واصفا الشباب بالموتوريين. الناطق الذي كان قد عودنا أيام البطالة على ظهوره المستمر بمناسبة وبدون مناسبة في الفضائيات من أجل عيون $100، يهل علينا هذه الأيام 3 مرات في اليوم وبدون أي مناسبة ليروي لنا الحكاية التي ظلت غامضة طوال هذه المدة. فالشباب الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن النزاهة والفساد ومحاسبة المزورين اتضح أنهم يقودون عصابة خطيرة
وهم مسؤولون عن بيع القنابل واستيراد الصواريخ من أمريكا وإسرائيل. كل هذا عرفناه من خلال الناطق الذي قال وبالحرف الواحد إن قواته اعتقلت سائق توك توك يحمل قنابل مولوتوف ورمانات، وحاول فتح ذخرة في الحواجز الكونكريتية على أحد الجسور القريبة من ساحل التحرير، وأن هناك متظاهرين هاجموا القوات الأمنية بالدعابل من خلال المصيادات. حديث السيد الناطق يثبت أن التشويش ليس في عقول الناس، وإنما في عقول السادة الناطقين الذين يتصورون أنهم ينقلون كلاماً يأخذه الناس على محمل الجد. وربما كان التشويش أوضح في عقول وأفئدة من يتوهمون أن مصير هذا البلد معلق على ما يدور في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها شلة الناطقين. الآن إلى صحيفة ذهيل الأجنبية، وفيها يعتقد الكاتب أريل كوهين في مقال نشره موقع هيل القريب من الكونغرس، يعتقد أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا سيؤدي إلى تأثيرات جغرافية وسياسية يحتمل أن تضر بالمصالح الأمريكية والحليفة على المدى البعيد، حتى مع وجود حقول النفط السورية في قبضة القوات الأمريكية. إن الانسحاب الأمريكي سيخلق فراغاً في السلطة تملأه خصوم أمريكا من الجماعات السنية والشيعية المتطرفة إلى إيران وروسيا. ويوضح الكاتب أنه بالنظر إلى الانسحاب من خلال عدسة الواقع، فإن المرأة يرى عدداً من العيوب لسياسة الانفصال المتسرعة في سوريا. أولاً، إن قرار التراجع يأتي بتكلفة سمعة ملموسة قد تؤدي إلى خسارة الحلفاء الأكراد، وبالتالي افتقار الولايات المتحدة إلى أي دعم محلي وترك المنطقة أمام التهديدات الإرهابية من تنظيم الدولة إلى تنظيم القاعدة. الاستنتاج الذي خرج به كوهين هو أن القليل من الناس سيثقون بكلمة القيادة الأمريكية بعد هذا التخلي، والانسحاب يبعث برسالة لا لبس فيها إلى الحلفاء في جميع أنحاء العالم: الولايات المتحدة ليس شريكا موثوقا به. وهذا التصور بالطبع يفيد روسيا بشكل كبير، إذ قام الكرملين بعمل مثير للإعجاب وهو زيادة الاستفادة من الوجود العسكري في سوريا بأقل تكلفة على مدى السنوات الأربع الماضية. والحديث للكاتب: والآن مع التعبئة الأمريكية يمكن لروسيا أن تستفيد أخيرا من استثماراتها الجيوسياسية المتواضعة. يضيف رائد صالحة في مقاله الذي حلل به مقال أريل كوهين قائلا: إن الانسحاب الأمريكي سيخلق فراغا في السلطة بسوريا، وستملأ هذا الفراغ خصوم الولايات المتحدة الأمريكية. إلى المقال الأخير معنا في جولة الصحافة لهذا اليوم، وهو مقال منشور في صحيفة العربي الجديد، وجاء فيه: انتهت أجال الترشح للرئاسيات المقبلة في الجزائر، وهي رئاسيات قسمت الجزائريين بين داع لها ومشارك فيها وفريق آخر معارض لها، وداع لعدم المشاركة فيها لعدم استيفائها شروط ضمان نزاهتها ونظافتها وشفافيتها. مقال للكاتب محمد سيبشير في صحيفة العربي الجديد. يبدو بالنتيجة أن الشعار نحن نختار على المحك، ويحتاج إلى أكثر من دليل واقعي ليكون لسان حال المؤيدين على أكثر من صعيد، ومنها في المنطلق طبيعة من ستقبل سلطة الانتخابات ملفاتهم، وهم للذكر الراغب في الترشح: الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، إضافة إلى وزيرين سابقين عمل في عهد الرئيس السابق الأربعة، وهما بن قرينة والساحلي، من دون أن ننسى زعيم طلائع الحريات الوزير الأول السابق أيضا علي بن فليس. أما إذا قبل السلطة الانتخابات ملفات هؤلاء إضافة إلى ملفات أخرى وفق الشروط المطلوبة قانونا لذلك، فإن الرهان هو على الحملة الانتخابية كيف ستجري وبأي أدوات وأين، وذلك على خلفية الظروف الاستثنائية التي سيكون على هؤلاء المترشحين التعامل معها في ظل الرفض الشعبي الواسع لهم لبعضهم أو للانتخابات شكلا ومضمونا. وبما أن الانتخابات في الجزائر دائما ما تكون موجهة ومعلومة النتائج مسبقا في حضور مرشح السلطة،
فإن الرهان الآخر هو وجوب إقناع المؤيدين والرافضين للانتخابات جميعهم بأن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن شبيهاتها في العقود الماضية. يضيف محمد سيبشير: يبقى السؤال محيرا ولا إجابة له إلا في إطار رؤى مؤيدي الانتخابات ورافضيها، وهم جزائريون كلهم، تنتظرهم رهانات كبيرة لا يمكن أن تكون الرئاسيات بالوجوه التي قد يعلن عن قبول ملفاتها هي ثمار كل هذا الحراك، وكل ما حمله من أمال أو هي الإجابة أو الاستجابة الوحيدة الممكنة والمتاحة في الوقت الحالي. إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم، وهو من الحركات والتظاهرات في العراق. أعادت التظاهرات العراقية المستمرة منذ أكثر من شهر الحياة إلى المطابع التي لا تنتعش عادة إلا في فترة الانتخابات، وشهدت المكتبات توافدا للمحتجين الباحثين عن الأعلام الوطنية وبقية مستلزمات التظاهر التي اتخذ أشكالا مختلفة لم يشهد لها العراق مثيلا من قبل. محمد باسل صاحب مطبعة في شارع السعدون وسط بغداد القريب من ساحة التحرير قال للعربي الجديد إن إقبال المتظاهرين على المطابع كان واضحا خلال شهر التظاهر المنصرم، موضحا أن كثرة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون تحولت إلى مصدر رزق إضافي لأصحاب المطابع. وأضاف: في كل يوم تقريبا يأتي إلينا عشرات المتظاهرين الذين يطلبون كتابة شعارات أو وضع صور لشهداء الاحتجاجات على بوسترات كبيرة الحجم، مبينا أن أغلب أصحاب المطابع خفضوا الأسعار تضامنا مع المتظاهرين. وأكد زين العابدين الحسناوي للعربي الجديد أنه وضع مطبعته الصغيرة في بغداد تحت تصرف المتظاهرين، كان هذا في موجة الاحتجاجات الأولى التي انطلقت في الأول من الشهر الماضي، مستدركا إلى أن المتظاهرين الآن يصرون على منح مبالغ تسدد كلفة المواد التي تستخدم في الطباعة. إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد صدى الأقلام هذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.